كي نرجعوا لهذا الحي راك عارفين انا رجعنا رجعنا باش نجدوا العهد معاه وباش باذن الله هذه المره الحلم اللي ضاع منا ننجحوا به ابتداء من هذا الحي. اذا رانا جينا هنا الخفوره باش ان شاء الله ننجحوا هنا من الخفوره بكل وضوح. رانا ان شاء الله هذه القائمه راهي من القوائم المرشحه بالدرجه الاولى انها تكون باذن الله تعالى ممثله في البرلمان. شفنا هذه الاصداء في سيدي خالد، شفناها في ولاد جلال، شفناها في بقيه مناطق تاع الولايه. منذ الاستقلال، منذ الاستقلال او قالها الاخ الان، منذ الاستقلال هذه المنطقه لم يحصل لها الـ 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 يعني الفرصه انها كان واحد من ولادها يمثل هذه المنطقه ولا يمثل ولايه بسكره ولا حتى ولاد جلال هذه في الانتخابات البرلمانيه. لكن المقعد راح يروح لولاد جلال فرضا، ومقعد راح يروح لسيدي خالد فرضا. انا نظن من العيب كبير انه مقعد ثالث ما يكونش هنا في الدوسه. 60 سنه من التهميش، رد الاعتبار نتاع 60 سنه من الغياب على الساحه السياسيه في البلاد، رد الاعتبار هذه المنطقه اللي 60 سنه ما عندهاش قوه سياسيه على مستوى العاصمه، رد الاعتبار لهذه المنطقه اللي منذ 60 سنه مشاكلها ما تفوتش هنا بير النعام. اذا ما نحضروش واحنا قادرين ان شاء الله، قادرين كي توحدوا، قادرين. الشبيبه هذه لازم تعرف باللي قادرين وباللي ما لازمناش نحقروا بعضانا وما لازمناش ننتقصوا من قيمه بعضانا. واش لازم نديروا باش نربحوا الانتخاب؟ لازم ما نفرطوش في الاصوات النسائيه اللي ربما ما تساعدهاش الظروف باش تروح تصوت. كي يروح واش يدير؟ وقائمه حره واش دير؟ قائمه حره تروح ودير. اليوم الاحزاب بعد راه ولات عباد. الاحزاب نفسها ولات اشخاص. الاحزاب نفسها راحت لجميع الناس، العبد الضعيف جاوني جميع الاحزاب. ما هوش برلمان تاع هف وبرلمان تاع مال وبرلمان تاع ضغط وبرلمان تاع شري وبيع. خلاص نحى الشيء هذا. والله واحد ما عاد ينجم يحط ايده على المال العام. خلاص انتهى، فرمت بيبان. وراه ما يقدم المنصب هذا الا الانسان اللي مسبب روحه، خاطر هذا منصب خطير. هذه مهمه خطيره. انتم راكم حاطين باللي راه مهمه تاع حبها ولا مهمه تاع تبعطير، راهي مهمه خطيره. ماهيش سهله في الظروف الحاليه. والجزائر على قرن فور كما يقولوا. الناس راح تفرط في المهنه نتاعها لمده 5 سنوات ويدرى ينجح ولا يفشل. يدرى نروحوا ننجحوا ولا يدرى نروحوا تعودوا بعد تقولوا خساره ما بعثناه.